والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روائع من السيرة إمنهم برنامجنا زارين من كتلو زارو برنامجنا غزوة بدر الكبرى فلقو يا بدر زمتشا من هنا. نبياتنا عليه الصلاة والسلام በጂዮታቸው ብዙ ዘመቻዎችን ተሳትፈዋል። ትልቁና ዋነኛው አንጋፋውና ሐቅና ባጢልን ለይት አድርጎ ፍንትክ አድርጎ የለየው غزوة بدر الكبرى የሚባለው ታላቁ የበድር ዘመቻ ነው። የበድር ዘመቻ በሙስሊሞች ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ለሙሽሪኮቹ ትልቅ ውድቀትን አስመዝግቧል። ሞራላቸው ሁሉ ዳሽቆ ልባቸው ሁሉ ደንግጦ የሚሰሩት ከመጣፋቸው ድረስ ትልልቅ ችግሮች ነው በውስጣቸው የተከፈተው። ወደ ሙስሊሞች ስንመጣ ደግሞ ድሮ ደካማ ነበሩ፣ ገንዘብም የሌላቸው የሚኖሩበት በሰላም በነጻነት የሚኖሩበት አገር ሳይኖራቸው ልክ እንደ ባዕድ ከአገር ተባረው በስደት ላይ ተንገላተው እንዲኖሩ ተፈርዶባቸው እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን በድርን እንዲ ሰበብ እንዲሆንላቸው የለውጣቸው መንስኤ እንዲሆን አድርጎላቸዋል። በድር የሚባለው ዘመቻ እንዴት ነበር? እንዴትስ ሊጀመር ቻለ? የዘመቻው ዋዜማ ምን ምን ነገሮች ተከስተው ነበር የሚለውን ኢንሻአላህ እንመለከታለን። በነገራችን ላይ የበድር ዘመቻ በሐቂቃ በጣም የሚያጓጓ ዘመቻ ነው። መስማቱ ራሱ ያጓጓል። ሲስተም ማራሱ ያስደስታል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የበድር ዘመቻ ሊዘምቱበት የቻሉበትን ምክንያት የታሪክ ዑለማዎች ሲናገሩ بلغ المسلمين تحرك قافلة تجارية كبيرة ትልቅ የሆነች የንግድ ግሩፕ ከመካ ተነስቶ ወደ ሻም ከሻም ተነስቶ ወደ መካ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከሻም እየተመለሱ ያሉ የነጋዴ ግሩፖች እየመጡ እንደሆነ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሙ። ይህንን ሲሰሙ ለአጋጣሚ ሆኖ እነዛ ነጋዴዎች በግመላቸው ጭነውት የነበረው አምዋሉን አዚም በጣም ትልቅ የሆነ ሀብትና ንብረት ነበረ። የዚህን የነጋዴ ግሩፕ የሚመራው አቡ ሱፊያን እብኑ ሐርብ ነው ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ። ከመስለሙ በፊት ሙሽሪኮችን ወክሎ ያንን ሁሉ ነጋዴ ሀብት ንብረቱን በግመል ጭነው ወታደር የሚጠብቃት ይዘው አቡ ሱፊያን ያንን ወታደር ያንን ገንዘብ እየጠበቀ ወታደሩን እየመራ ቀጠሩ። ይህንን ወታደር ይህንን የንግድ ግሩፕ የሚመራው አቡ ሱፊያን ነው ብያችኋለሁ። ከሰላሳ እስከ አርባ የሚሆኑ ሰዎች አብረውታሉ። እነዚህ ወደ አርባ የተጠጉ ሰዎች ስራቸው ይሄ የነጋዴ ግሩፕ አደጋ ላይ ወደቀ ወታደራዊ እርምጃ በመውሰድ ይህንን ገንዘብ መጠበቅ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን ወሬ ልክ እንደሰሙ በስበስ እብኑ አምር የሚባለን አንድ ሰሐቢ እስኪ እንዲህ አይነት ወሬ ስለሰማሁኝ ምን አይነት አህዋል እንዳለ እንድትከታተልልኝ ሂድና ይህንን ወሬ ሰብስበህ ይዘህና ብለው ለስለላ ልከውት ነበር አሉ። አላ ኩሊ ሐል በስበስ ያሉትን አህዋሎች ሲከታተል ወደዛ ሲሄድ አንዴ ወደዚህ ሲመጣ ብዙ ነገሮችን ካጠና ኢንፎርሜሽንን ከሰበሰበ በኋላ ይዞላቸው ሲመጣ በትክክል አቡ ሱፊያን የሚመራው ከሰላሳ እስከ አርባ ያሉ ሰዎች የሚጠብቁት በጣም ብዙ የሆነ ሀብት የያዘ ግመል ተንቀሳቅሷል ብሎ ሲነግራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦቻቸውን ያገኙትን አንተ ምና ብለው ይዘዋቸው ወጡ። ይዘዋቸው ሲወጡ ቃለ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀዚህ ዒይሩ ቁረይሽ ፊሃ አምዋሉሁም የቁረይሽ ግመሎች የቁረይሽ ሀብት በሙሉ ተሰብስቦ ተጭኖባቸው በዚህ እያለፉ ነውና فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها
وطلنا بقود التفتر أولاد الله ليأدلات شهي شلال آلو. وكان خروجه من المدينة كمدينة كتما نبياتشين عليه الصلاة والسلام نزيه على ما يطبت في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك. رمضان بور بقبا بأسره لتن يورنو بأسره لتن يوكن رمضان بقبا بأسره لتن يوكنو. ومن المؤكد أنه حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لك ما ننسون جميع قول نبياتنا عليه الصلاة والسلام كمكة ولمنه كمدينة بميت بذكزي لم يكن في نيته قتال لما وقت أصبونا ألمان نبرم يوتوت من دنيا السبوت إنما كان قصده عير قريش يقريش وشني يقال يقولت بقوت تسرعه لو حرتنا نبرتاتون لما كمات يإيكونومي تعانا لما ندرس باتون لما درك صحابوتشو يتكمتنم بمكة يتكمتن مهاجروتش ممنون نبرتاتون غندراتون تكمتن صحابوتشاتشو مهاجروتشو يتكمتنم غنزب باقاتامي لما اسم اللي تسرعونه. وكانت الحال بين المسلمين وبين كفار مكة حال حرب كفار مكة النابة مسلمون في مكة كل طورنا تلاهينه ينبروت بطورنا تلاهينه يغني من تمارك الله يغني من توسل الله من السلام سمو من نسوى لله تسو نبروتش هلو أمتشي نبرو. وفي حالة الحرب عندما يتوقع بطورنا تلاهينه يطلع تقنزب يو حلاله أمي هنو نقليه بذي مسارات نبياتنا عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أم مكتوم يتبارى الصحابي رضي الله عنه يا إمام النتسرع لا يشمعوت سون الزيهان لون يكررون السجد مدينة وست مسجد لا أنتني عليه إمام السجد بلو ولبا درسي وطوس شمعوت وطو. ثم أعاد أبا نبابة أبا نبابة نبالا صحبي لما رضي الله عنه اللي بيالا روحاء نبال بطالة اشترسو يمدين أن كتما أنت استدادرات الناس كمان نمت أدرس أنت حالا فيهم بلو شو موت أسم اللسود أمير أدرقوت مالتنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه ودى بدر صحابة ساتون كصحابة ساتون مكاكل هلا توتون مرتو أنت أنت هيرنا بدر كوابيلي يلون أحوال تكتاتلو آتموت سللاتو انفرميشن إذاتو اللون مبرو آززواتو نزيه أبو سفيان ميمارو ينقالي قرب يتدرسون يمتانو ويس عرلم يتدرس يشلال فتككل مكتاتر انديشي وعدر قول اقواتشو. على كل حال فرجع إليه صلى الله عليه وسلم بخبرها يزين لقاري قرب وري من اندرسا من اندم يمثل زرزروني زولاتشو للنبي عليه الصلاة والسلام زولاتشو تملسو. صحابتشو نبياتين رحيلوان عليه الصلاة والسلام كنبياتين قار إن يبدل درس على مستاتف تنكس أكسو نبار الصحابوش كتراتشو سنتليوني شلال أميلون سناي علماتشو تخالفو باتشال تيتوس تنوث منهم الإمام البخاري رحمة الله عليه سوسمتو آثرا من أمناتشو بلوال يذكر الإمام المسلم إمام المسلم لما رحمة الله عليه 319 رجلا سوسمتو أفراد تن سوشنا تشو من رأي الله تشو تلوش علماء سرقمو سوسمتو أربانو بلوال يعني على كل حال كسوسمتو أسرا سوست كسوسمتو أرباني درس من ديشل حيل نزو نبياتنا عليه الصلاة والسلام ودى بدر أمرو. كانت قوات المسلمين في بدر لا تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية الجديدة ولا بدر كسمارتين باروت يمسلم وتادروت يمسلمون يمدنا لا يانون يمسلمون حيلا يوكلون برا فقدراتو هل تزقى الجمشمر
إنما خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائها في نقالي قرب بذيال فالتبو تصبح قد تفصل لما علينا إكونوميكالي إنجي إنجي سانفو وإنجمو إنجي داشي كل مدرك مسلموتو مكالي توصل باتو ينبرون محبتاتو لما سمن لسن شمر أسروا يصروا في نقرنجي ليلة نقر سلال لبرا يعني تكت سوسناتو يمتوت ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش قوات قريش يقريش الحيلات يقريش حيلات دارا وقدراوي فتج علي اندمي اقاتماتشو زالي اندمي يقول بطيارهم نبرا على ولكم نبرا لكن قريشوتشو يالاتشو نحيل هلو أسراسلو لا وجيا تزقاجتو مرتوباتشو جمالتينو نسو سيستواتبو بلغت أعداده يمشركوش حيل قطرو عند شاكا ويدرسل ولات مصروكا عند شوش مكاكل ولات مصروكو يا فرس يتعجبوا نبرو فرسن يا نبرو يعني قلل نبرا سيتوكشم نبرو زفانيوك قطرون نبرتاتو لو جاء من نفسه يزفن يدانس يشفرا يمتد يقتم فككرت هلو نبرا باتشو و نلسيتوش نبياتنا عليه الصلاة والسلام مستعدبو نبياتنا عليه الصلاة والسلام مستعدبانو سلمنا نستعدبانو صحابوتو نستعدبانو ياتاتانو ينسون حيلات يعبرتاتانو جهنمتاتو ليقلتانو ايه وثوتو ايه قفو وسدو تنصرنا تلاي امي ماقباتشو سيتوش ابراتشو نبر ايه نبرد مسلموتشن حيل سن الملكة لدنو كلات فرسوشنا تشيرانوت سبا يهونو قمالوش عنو عنو سيورد عنو يقالبال عنو سيورد عنو يقالبا كرسوس متوفرا من عمن الصحابة المي يقالبا قمالي عنو سبا بيشانبر عنو يورد لتال عنو يقالبا فرس لو بيا يهونا فرس ورس بيشانبر ينبر رجاء لسونيتا نييت تارو شكوروش تكستفنو كرفتو على نمال لسالن ساتركو تربكو طلع البدر علينا من زنيات الوادى وجب الشكر علينا فدعا لله داعا كوران تملكات شوتشاتشن يربيون عليه الصلاة والسلام يبدر دمشا جمرا نبرا إياكم نو ورفت يوطانو ينبيو عليه الصلاة والسلام صحابوك ببدر قزي ولد فراسي زو ولد سبام يهونو قمالي زو ليلة ولقمو قماش بلولا يزالة سيفيا يزالة على كل حال بالتدرات جنة بالتدرقات جوب بسوليتا ينبيو بدرن طورنا تلما قتم تقدوال بزولي إيالو عندن لكستوتوش تكستونا بار عندن يا من تكستة نبياتنا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر يتبارون صحابيين النا البراء بن عازب البراء بن عازب يتبارون سنغلت صحابوج ولبتاتهم لمن نسو عززو بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة نبياتنا النا صحابوجاتهم كملنا ولبدر لما شاكرت وبهلا كلاك لما جنانيت غير أبي سفيان لما جنيتنا وصلوا إلى بيوت سوقيا خارج المدينة كملنا كتما وتعبلوا يهون أبو تالي عرفوا ربي أسمع عليه الصلاة والسلام إذا عرفنا كنا جاي وتعمانوا إنما ناتوه إميلون لمعيت ومجاهلوا ساتون وكابلوا ساتون ما يتجمروا ما كتاتل جمروا
ይህንን ውጊያ ከኛ ጋራ አብሮ ሂዶ መጨረስ አይችልም መጋፈጥም አይችልም ብለው ያመኑትን መለሷቸው መለሱት ማጂሽ ሙስሊሚን ለምን አቅል የለውም ልጅ ነው ተብሎ ከታመነ ለምን ህፃን ልጅ ለጦርነት ይውላል ፈንበራ ብኑ ዓዲብ ረዲ አላሁ አንህ ተመለስ ተባለ አብዱላህ ብኑ ዑመር ብኑ ልከጣብ ረዲ አላሁ አንህ አንተም ተመለስ ተባለ እድሜያቸው ስላልደረሰ እሳቸው ቢፈልጉም ቢጓጉም እድሜያቸው ስላልደረሰ ተመለሱ ተባሉ እድሜያቸው 14 ስለነበረ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ክስተት ተከሰተ እየተጓዙ እያለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም التحق احد المشركين كان يشكوش مكاكل عنده تكلاكلات من فلقو مواغا تفلقو كرسول عليه الصلاة والسلام صحابه تارا تكلاكل مواغا تفلقا نبي ياسين عليه الصلاة والسلام مسلمنا عندي عالو طعاين مسلم على الله هم عالات من لنا سرط مشرك نعين عالات ارجع فلن أستعين بمشرك كاملت عن فلقهم مشرك اللي أقزين على فلقهم عالوت وكرر الرجل المحاوله فدقامي اللي فقلت هلين اترف هذا الرجاء الرسول عليه الصلاة والسلام الفقر اللي هم قالت اسلم الرجل بدي سويه سلمنا والفحق بالمسلمين كالمسلم والشبراء ببادر صور النتلاي تكالاكاي هنانو فدقامي عليه الصلاة والسلام صحابة ساتون الزو وطو لكن لك إلى زمانات سنبالة سلطانوش وتدر سيلفا سيدكم النسو ترمتز على هنو بسلكنا بريدو مازد فهون صحابو تساتشو وتدر تساتشو انياك باتماتشو من مليون من سكر نبي أسنى عليه الصلاة والسلام عبره لكم سنة برا تعالي بن اسمه رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير يبدر كان ሶስታችን አንድ ገመላይ ሶስታችን አንድ ገመላይ ነበር ምንጫው ካለ አቡ ሉባባ አቡ ሉባባ ሚባለ ሱሐቢ رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب علي بن ابي طالب ولد زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عليه الصلاه والسلام قدنيا ነበሩ كرسول فرس لاي كرسول ገመላይ ምንጫው አቡ ሉባባ علي بن ابي طالب لنا النبي عليه الصلاه والسلام ነበሩ وكانت ركبته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال نحن نمشي عنك اني بدر اسلم هدالن بلانو نسو بيتشا قال بوتا رسول الله عليه وسلم نحن نمشي عنك بنيا ترى اني بدر اسلم هدالو تعالن سلاچو ما انتما باقوى مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانتكو كان يتشالون بغلبات ما انتما باقوى مني نانتكو كان يتبلتم بغلبات اني من بلطش بغير يد ما يدكني ني ني النبي عليه الصلاه والسلام مات من دارت قواته عجائب حتى ورد في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في ثلاثة فوق تسدفع الإيان إنا ورا نبارا ثم يسرجوا بتعم تنكر نبارو يبدر جزي سبا قمل بشان يهلو سسمة أربع وهم سسمة أسرع من آمن على اختلاف عند أهل السير سسمة أسرع من آمن الصحابة يتتكاكو نبار عنده انقمل سسة نبار ميقال في يتتكاكا نبي ياسين عليه الصلاة والسلام سوستن ياهولو من البران دقمل امي قال لبوت عبد الوابا عبد الله بن عمرنا من علي بن عبد الطالب عبد الله بن عمرنا نبي عليه الصلاة والسلام يتتكاكم نبرا عندوان امي قال لبوت عيدك ما تشوم انا حياء يدربو نبينا سر لنريت امي قال لبال لنجارو يا رسول الله انا نمشي عنك سلاحتو انتما لستما باقوى مني كان يتشال بلبت الله في مدلو نبي ياسين عليه الصلاة والسلام تناغروا نبر ولا انا باغنى عن الاجر منكما فلين كان انت يبلت اجر ما يسفلقين سواء يذلهم بقية بهير كوكتر بلفة بدكم كوكتر اجر له سلزي ان انت اجر مدى متفلقوا هلو ان يمكو اجر يسفلقين يال ان انت من يسفلقات ومين ما يسفلقات وقال لهم لوالنو ايه ان ابن غروس تكسفوا هلو يلا ندمو العزم على ملاقات المسلمين ببدر
مسلموچو بدر لاي ميليو جاون لما درق ووصلو بلغ أبا سفيان أبو سفيان دقمو خبر مكير النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه نبياتنا عليه الصلاة والسلام صحابة ساتوني الجو كمدينان دفنك فاكسو السم بعد الرجل صلى الله عليه وسلم انفورميشنو درسو يتنسب بكم على ما سمر لأتراض قافلته يهيني نقالي عبد مرغم لمرسفه عندمتو كباو فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل يمدانوني بمرتون يبوزو أكتاكسا كتلمدو ودك أي بحر يدارتشا كواني ودك أن يتقف لنا بلدى وكل أقوارتو بجدة منو ودى مكالا مدوات وسنة يانجزي ودامنو الزامي يهدقيان لهم بنمدت كتدرس بن جميل أبو سفيان بتامنو قسلنا برا عمرو بن دمدم الغفاري يتبالن سو لاكو من الملك فاسيزو وركرشو تني لاكو محمد حافظ نبرفاتون بمولو ورصاتو حال كان بالا نبرتي مبال نقري الله شوهم بله نقراتو حايل الله كمين بلو على بلاتو لو إلكو أبو سفيان تنكاد كانو كان حذرا يلتقط أخبار المسلمين المسلمون نذر ينذر وليت كتاتلة من الدرسبو يتم درسو مجل بوتو يتم بوتو من الدرمي من الدرزو ينذر وليت كتاتلة فرمجا مسلم نفسلون سرائي سرانا برا مجل تنكتاكسو مجل ودرسو ميتلوت من الدرمي عندنا ساستاتشو سنتحايلنا ينذر ونقر يكتاتلنا برا فهذه مسارت ወደ በደር አካባቢ ሄደልና በደር አካባቢ ያገኘው ሰው ጠየቀ هل رايتم من احد በደር አካባቢ የመጣ ሰው አላያችሁም አላችሁ قال لا ترى لا ينمال الا رجلين يجن ሁለት ሰዎች መጥተው ነበር ሁለት ሰዎች መጣላው ግመሎቻቸውን የቦታ ላይ ያታረፉታል እዛ ላይ ነበሩ ግመሎቹ እዚህ ቦታ ላይ ነበር የነበሩት ሂዶ የግመሉን ፈርስ በእጁ መንካት ጀመረ ያን ጊዜ ግመሎቹ የበሉትን የቴምር ፍሬ አገኘው ፍሬውን ሲያየው የመዲና ፈረስ የመዲና ቴምር ነው የመዲና ቴምር ፍሬ ያስታውቃል ታዲያ የመዲና ሰዎች ዝምታው ያለው ሁኔታ ተከታተለ ይደዋል ማለት ነው ብሎ ተከታተለ ማለት ነው ያን ጊዜ የሱ የነጋዴ ግሩፕ አደጋ ላይ እንደወደቀ ሳይ አምር ብሩ ዘምዘምን ከተንደርፋቱ ወደ ቁረይሽ ላካቸው የጉዞውን ማጣጫ አስቀየረ ማለት ነው ለነገሩ አቡ ሱፊያን እንደተረተረው ቁረይሾቹ እንደሰጉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተበቁት ይሄ የነጋዴ ግሩፕ በነብዩ ጃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢገባ ኖሮ كانت ضربة قاسية ضربة حلية ونمت نبر من مستوى مسلكوش لمن فتام بزوشي قملنو بزور قملنو يهود بيشنة تجمال يهود حتنا نبرتنا وزيت اللو بكيت اللو بقوال اللو لبس اللو ورق اللو جيت اللو كنا قرع الله مولو نزو فقلت تستبيع رباشو يش مدملو نبر نسم بولو تبتام دنق طوال لك دمضم الغفاري مرتو لنا كراتشو غضب غضبا شديدا بحيل يوتقو الطالو لما يرونه من الامتحان للكرامة كبراتش الورد فمالتكونه لو علاو النساتش تدفر مالتنا وقالونا تلادلو بليه يكون ماتش بالزمن كوكا تمتع كبراتش بالزمن كوكا تدفر بليه يقرش درجة بأربو على مصد ذكر إنه مالتنا كراتشن تنكا كراتشن تنكا لو على ولتاتشن تدفرا بفد سمعونا وان تشمل الشرال تقول بليه ارمجا اسفل لكوال والتردراوي ارمجا اسفل لكوال اتفاهم من لسالبن كنسو طبالا عمر بن زنبن الغفاري سمتا
በጣም በሚያስቆጣ በሚያስደነግጥ በሚያስፈራ መልኩ ነው የገለጸላችሁ አለቀላችሁ አለቀላችሁ መሐመድ ያንን ሁሉ አተወረሰው ነው ያላችሁ ያን ጊዜ ያኔ እንደው በጣም ድብርብራቸው ለነገሩ ሱራሱ ሲመጣ ደንዳት ሆነ መልኩ ነው የመጣው ፍትሩ ራሱ አዝሮ ግንኙነቱ ሁሉ አደጋ እንደደረሰባት አስመስሎ ቀሚሱን ቀዶ ከኋላውም ከፊቱም ቀዶ እንደው በቃ ማምለጤ ነው ትልቅ አደጋ ላይ መጣብኝ በጣም አስገምቷቸው ነበር የገባው ይሄን ሲያዩ እየጮኸ ነው የገባው ወደ ከለመከተው ሆይናዲ بأعلى صوته يا معشر قريش اللطيمة እንደው ندوي تجراتين ويمكراتين على سوء أموالكم معاذي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث برسلن برسلن محمد عبتن برتاتون كما تهمي لواج أوجه سوء هل تنادد هل لطولنا تزقاج هل تنفاف أبو سفيان بنقبن ككتاتلو مدرسة اللبت قديت مدرسة اللبت كاستبه كلمه بهلا عملت ينبالي وقرب كمحمد عليه الصلاة والسلام قبضى اندام اللبت السرقات قدت ارسل الى زعماء قريش لقريش انباق من اسلاك الله سجوح من قربه تلهون من دنو ملكت منو ري نجاوت تلو سلام هيا له من المنسجر نقر اللم ወደ መካ ተመለሱ ወታደሩ ሁሉ ወደ ቤቱ ይግባ አስተዋን አንደመን ለላከም እንሰራዋለን አላቸው ይሄን ስላቸው ሶስት ሰዎች ልክ ነው ጋዴው በሰላም ከገባ ሀብቱ ንብረታችን ከዘረፋ ከመለጠ ሳንዘጋጅ በነዴት ወጥተን ጦርነት መግባት የለብንም አሏቸው የሶስቱ ሰዎች ደግሞ በጣም በፍጹም አሉ ሂደን መሐመድን ገለን ሴቶቻቸውን ማርከን حتى نبرتاتهم بمر ورثاً يسيطوشاتهم يمسطوشاتهم ورق يسيطوشاتهم الألبساً خمر يتتتا يتشفر يتدنسا بذفاً ننجم بكراتو ننجم من ملسو الذي وتدروا ثم زبراً أن ملسو ما كذا سا إيه مملتو ندرمو نبياتنا عليه الصلاة والسلام سمو صحابتاتهم أمنكات تماكراتهم شورا درقو اللي تنبري نبرو هنيتا بلا برغمات إن شاء الله إنها ملن جزاكم الله خير من السلام عليكم طلع البدر علينا من تحيات الوالد وجب الشكر علينا من Yeah.